أهلا وسهلا بكم مجددا. حنتابع مع فقرة التواصل الاجتماعي وحنتعرف على انستغرام لحلقتنا لليوم. نتابع. الصحة والرشاقة يجتمعان في حساب دكتور نيوتريشن، والذي يقدم أبرز النصائح الغذائية والصحية للمحافظة على جسم رشيق وعقل سليم عبر نشر الصور التعليمية والهادفة من خلال موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. لنتابع بعض الصور اليومية المحفزة. ننتقل إلى صفحات سيدتي وأبرز ما جاء فيها على الفيسبوك وتويتر. نتابع. في فيسبوك سيدتي نت اليوم صفحة صحة وتغذية في قسم سيدتي وطفلك، يقدم لك أهم الأطعمة التي يجب تجنبها خلال السنة الأولى من عمر طفلك، والتي من الممكن أن تسبب له الحساسية أو الاختناق لا سمح الله. أما في تويتر سيدتي نت، تعرفي مشاهدينا إلى 6 أنواع من الخيانة التي تمارسها النساء بحق شركائهن والتي تعكس نوع شخصيتهم. لقراءة الموضوع يمكنكم مشاهدينا زيارة صفحة خصوصيات في قسم أسرة ومجتمع في موقع سيدتي نت. والآن هنتابع مع حمية بتعتمد على شم الفواكه، لأنه في دراسات أثبتت علمياً أن الروائح يمكن أن تخدع الدماغ في اختيار طعام صحي. فكرة جديدة وحلوة ومميزة كمان، أنه تخلينا نضعف بدون ما نتعذب، يعني تخفف العذاب شوية. خلينا نتابع المزيد في التقرير التالي. ليس خفياً على أحد أن تناول الفاكهة هو وسيلة رائعة لتحسين النظام الغذائي، ولكن الرائحة يكون لها تأثيرها أيضاً لأولئك الذين يحاولون فقدان بعض الوزن. عندما تنظر إلى قائمة الطعام، فإنه من السهل الذهاب للخيارات الغير صحية لأنها أكثر إغراءً، وهذا أحد الأسباب التي تدفع العديد من متتبعي الحميات الابتعاد عن تناول الطعام خارج المنزل. أشارت دراسة جديدة إلى أنه بمجرد عرض رائحة الفاكهة على الأشخاص يمكن أن يجعلهم يختارون طعاماً صحياً. وقد أجريت التجربة من قبل علماء النفس في جامعة بورغون في فرنسا على مجموعة من المتطوعين الذين لم يدركوا أنهم كانوا يتعرضون لرائحة الفاكهة. تم تقسيم مجموعة مختارة من 115 شخص من الرجال والنساء، تتراوح أعمارهم بين 18 و50 إلى مجموعتين. وضعت المجموعة الأولى في غرفة جرى رشها برائحة الكمثري الطازجة، بينما تركت المجموعة الأخرى في غرفة عادية. 3 من أصل 4 في المجموعة الثانية اختارت الوجبة الغير صحية، في حين اختار أكثر من نصف المجموعة الأولى الطعام الصحي. للمرة الأولى توفر هذه الدراسة أدلة علمية على أن رائحة الفواكه يمكن أن تؤثر في الخيارات الغذائية الفعلية. فكرة ذكية، والدليل أن المطاعم الواحد لما يمر من جنبها ويشم روائح الأكل بتفتح نفسه على الأكل حتى لو كان يعني له كم ساعة ماكل. وفي سيدات أنا واحدة منهم لما يطبخوا يشبعوا، يحسوا أنه ما قادرين يأكلوا خلاص. ففعلا الروائح لها دور مهم في المحافظة على الصحة والرشاقة. الفقرة كلها فقرة التواصل الاجتماعي عن الصحة والرشاقة، إن شاء الله دائما تكون صحتنا في أفضل حال. سيدتي مكمل، لكن بعد فاصل قصير. فاصل وراجعين. في سيدتي بعد الفاصل، الصفقات تشتعل في معرض العروس الدولي بجدة.